بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كله والشكر لله كله، علانيته وسره. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا المجلس القرآني ضمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نرحب بداية بضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم. أعزائي المشاهدين، انتهينا بالأمس في حلقة الأمس في رحلتنا المباركة مع سورة الكهف إلى الآية العاشرة، اليوم مع الآيات المباركات من الآية 11 إلى الآية 14، وسنستمع بداية إن شاء الله تعالى خاشعين منصتين للآيات المباركات برواية حفص عن عاصم من فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سريعا أعزائي المشاهدين ننطلق في تعلم التلاوة عمليا مع فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ خالد بارك الله فيك، نرجو أن نتعلم هذه التلاوة عمليا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقاطعين هذه الجملة بأخذ نفس. ثم تبسمل أولى مع وضع شيء في الاعتبار هام، ألا وهو أن قول الله تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، الذي ضرب هنا ليس بمعنى الضرب المعروف، ولكن ضرب بمعنى وضع، كقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضع عليهم الذلة والمسكنة. فالحق تبارك وتعالى هو الذي وضع على آذانهم حجابا حتى لا يسمعوا شيئا فيستيقظوا فناموا نوما ثقيلا شديدا. إذن الضمير يعود إلى الحق تبارك وتعالى، فانتبه أن الكلام لله فلا تصل الاستعاذة بها مباشرة، بل تأدبا واستحبابا عند أهل أو عند بعض أهل التجويد أن تقطع أو أن تأتي بالبسملة. ثم تبتدئ معنا في الآية الأولى وهي اتفاقا، أي الفاصلة عند كلمة عددا، وهي آية باتفاق جميع علماء العدد. ننتبه فيها إلى ما يلي: الضاد المفخمة والراء المفتوحة بعدها كذلك فضربنا، إذن الضاد والراء والباء مقلقلة، على آذانهم، المد المنفصل ثم المد البدل ثم المد الطبيعي كذلك بعد الذال آذانهم. ويراعى أن القارئ لا يأخذ مني المبالغة في بيان المد الطبيعي فتصير عنده هي التلاوة، لا، بل تقرأ أنت هكذا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هكذا. لكن حينما أوضح لك محل المد حتى لا يلتبس عليك أو أن يضيع منك في أثناء التلاوة، آذانهم في آخر كلمة آذانهم ميم ساكنة لا غنة فيها، بينها جيدا لوجود الفاء بعدها آذانهم في الكهف، هكذا
في الكهف سنين عددا. إذن الآية الأولى ليس معنى فيها غنى بل مدود المد المنفصل والمدود الطبيعية. وتنبه لمد العوض في قوله عددا حيث أنك تبدل التنوين بالفتح ألفا عند الوقف. انتهت الآية الأولى. الآية الثانية سنبتدئ هكذا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الحق تبارك وتعالى آثر قوله بعثناهم ولم يقل أيقظناهم، لأن الغرض من القصة إمكانية البعث بعد الموت، فهذا تقرير عملي. لنعلم أي الحزبين لا في علم الله، لكن هو لمن طلبوا من رسول الله الحديث عن هؤلاء الفتية، فهو يتكلم لهم هم. أي الحزبين؟ الفريقين، فالحزب تطلق على الجماعة التي اتفقت في هدف واحد. أحصى يمكن أن تكون أفعل تفضيل وهو المقدم، أو أن تكون فعلا ماضية، لما لبثوا أمدا. إذا فهمنا هذه المعاني حتى إذا ما تلونا نستطيع أن نقرأ بفهم وروية. هيا إلى الحروف في هذه الكلمات. ثم بعثناهم، الثاء فلا تحول إلى سين. بعثناهم، ها هي الثاء مرة ثانية. وتنبه إلى حذف الألف بعد النون منا، إذا وقعت في فعل وأتى بعدها المفعول به فذاك دائما محذوف في كتاب الله. بعثناهم هكذا، فتنبه بعثناهم لنعلم أي الحزبين. لاحظ الحرف المشدد أي، وإن وقفت أي، أي الحزبين، وتنبه في الكلمة إلى الزاي أن تكون واضحة لا تلتبس بحرف آخر أو أن تحول إلى حرف آخر. أي الحزبين أحصى، التفخيم والترقيق، الهمز، الحاء، الصاد والألف بعدها مفخمة تبعا للصاد، هكذا أحصى لما لبثوا أمدا. والمد الطبيعي في قوله لما، وكلمة لبثوا الثاء مرة ثالثة، ثم المد المنفصل لبثوا أمدا، وأمدا هي الفاصلة أي الآية الثانية عشر باتفاق عند كل علماء العدد حتى الآن. نبتدئ في الآية التي تليها في قوله نحن نقص عليك. ستقول يا عم الشيخ انتبه أعد مرة ثانية. أقول لك نحن نقص عليك يا عم الشيخ، عيد تاني. حاضر، نحن نقص عليك يا عم الشيخ، دي النون مشددة منذ أن سمعناك وتقول انتبه للنون انتبه للنون، وأنت تقع لا تقرأ في النون. أقول لك هذه الشدة أخي الكريم، إذا وصلت كلمة أمدا بكلمة نحن، صلها لما لبثوا أمدا نحن نقص. إذن هذه النون نعم هي أمامك في الضبط مشددة، ولكن هذا التجديد أخي مبني على الوصل بما قبل، ونحن وقفنا عند الفاصلة عند رأس الآية. واعلم أنه لا يبدأ بمشدد كما لا يبدأ بساكن، فتنبه معي، جزاك الله خير على التنبيه. إذن حينما نبدأ كيف نبدأ؟ قل أنت نحن نقص عليك، ها قد قلت مثل ما قلت أنا تماما، جميل. نحن نقص عليك، وانتبه للنون التي تلاها نون، أين هي؟ نحن آخرها نون وأول نقص نون، فانتبه لبيان هذه من تلك. نحن نقص عليك، والقاف والصاد كلاهما مفخم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، فالنبأ الخبر الهام بالحق هنا أي بالصدق، لأنه كثر الكلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تارة من أهل الكتاب تارة من المشركين إلى آخره، ولكن الله تبارك وتعالى وضع القول الفصل. إياك أن تسمع لهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إذ أن أي قصص في الدنيا لابد من حبكة وكذبة فيه حتى يكون لها حلاوة وطلاوة.
أما القرآن فقصصه حق وليس فيه ما يكون في القصص الآخر، فتنبه إلى قوله بالحق أي بالصدق، وتنبه للقلقلة في قوله بالحق عند الوقف هكذا بالحق، ولا تجعل بين القلقلة والقاف فاصلا بسكتة لطيفة، لا اقرأها هكذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق هكذا، تبدأ إنهم فتية، لاحظ إنهم ها هي النون المشددة، كيف كانت الغنة هنا؟ لأن ما قبلها محرك، أما في كلمة نحن فهي أول حرف معنا، فتنبه إنهم فتية الميم الساكنة وبعدها الفاء احترس، فتية آمنوا بين نون التنوين جيدا، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لاحظ آمنوا بربهم وزدناهم، ميم ساكنة وبعدها واو أيضا احترس منها، إذن الميم إن جاء بعدها فاء أو جاء بعدها واو، وزدناهم المد الطبيعي بعد النون هذا أيضا متفق على حذفه كما في كلمة بعثناهم تماما بتمام، هدى لاحظ أن التنوين فوق الدال ليس فوق الألف، ألف إيه عم الشيخ ده فيه معلش، أنت تقول هدي ولا هدى؟ هدى، إذن آخرها ألف، نعم هي أمامك مرسومة ياء، هذا ليس أوانه الآن ولكن تنبه هدى هكذا. وهنا رأس آية في هذه الرواية، أعني رواية حفص عن عاصم ومن تبعه باستثناء الشامي، فالآية عنده تبدأ من نحن نقص وتنتهي بشططا، أما في هذه الرواية فكلمة هدى رأس الآية عندنا، فتنبه لذلك، وهذا أول محل للخلاف في رؤوس الآية. تبتدئ وربطنا بمعنى ثبتنا على قلوبهم إذ قاموا، انتبه وربطنا الطاء على قلوبهم القاف وبعدها اللام، قلوبهم إذ قاموا، تنبه للساكن لا يحرك، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، المدود الطبيعية والترقيق والتفخيم معنا، وتنبه لن ندعو، إذا وقفنا إذا وصلنا لن ندعو، كيف يا عم الشيخ؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، وندعو آخر الفعل الواو، فندعو منصوب بلن، فالفتحة على الواو علامة النصب، فتنبه، والألف اللي يا عم الشيخ اللي بعدها دي لا، لما تقف تقول كده ندعو هتوصل لن ندعو من دونه، إذن فتحة فقط لا غير في الواو، اوعى تشبعها وتظن ان الألف تابع لكلمة ندعو، نعم هو تابع لها ولكن لا يلفظ، فتنبه لن ندعو من دونه، الإخفاء من دونه إلها المد المنفصل، وتنبه لقد قلنا إذا شططا، تنبه للقلقلة في قوله لقد، كذلك تنبه للام الساكنة في قوله قلنا إذا شططا، الشين الطاء المفتوحة وبعدها طاء أخرى ثانية، فاللسان إذا أتى بالطاء رجع ليأتي بالثانية كمن يقف في مكانه ليرفع قدمه ليضعها في نفس المكان، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يجنبنا كل شطط، اللهم آمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، اعلموا علم اليقين أن تعلم القرآن العظيم يعود بالفائدة العميمة على المتعلمين دنيا وأخرى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. سنبدأ مع حضراتكم في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الكهف من الآية 11 إلى الآية 14. هنبدأ أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، وإجادة التلاوة لا تكون إلا بإجادة الأحكام، فنرجو التركيز على الأحكام وإن القراءة تكون بتمهل وبهدوء. معانا بداية ولادنا حنين وعبد الرحمن. حنين إزيك يا حنين؟ ازيك
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حنين اقرأي على الشيخ. وعليكم السلام. وطي التلفزيون شوية واسمعينا من السماعة يا حنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يا حنين خليكي معايا كده خمسة معايا سمعاني. طيب المدود رقم واحد أخلي بالي منها على آذانهم يبقى كلها زي بعضها لبثوا أمدا مش أمد في واحد وأنقص واحد. رقم اثنين الحرف الساكن لا يقلقل إلا إذا كان من حروف قطب جد فأخلي بالي. ثلاثة إنهم فتية لما أجي أوصلها أقولها كده إنهم فتية بدون غنة. يبقى دي الحاجات المهمة كده نخلي بالنا منها مع بعضينا وتابعينا يا حنين. صوت الجميل ما شاء الله عليك يا حنين ربنا يبارك فيك يا بنتي. شكرا ليك يا حنين بارك الله فيك. وزي ما الشيخ وصاك كده ركزي على قواعد التجويد عشان الصوت يبقى أجمل وأجمل. عبد الرحمن اتفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول سلام عليكم يا عبد الرحمن اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سيد عبد الرحمن أحصى لما ما الطبيعي هنا أحصى لما المد في كلمة لبثوا أمدا أحصى لما لبثوا أمدا أكمل تفضل يا فندم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هكذا ربنا رب ما زودش فيها قوي ربنا رب هكذا حاضر. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. جزاك الله كل خير ربنا يبارك فيك. نخلي بالنا المد أماكنه فين وما مدش فين لأن دي قواعد معروفة. طب أبدأ إزاي؟ هتجد علامة المد فوق حرف المد. ربنا يبارك فيك يا أستاذ عبد الرحمن. شكرا لك يا عبد الرحمن. الحاجة عطيات من القراءة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا طيبة. وحضرتك طيبة يا أمي تفضلي. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا تاني أمي بالراحة إنهم بس خدي نفسك رجاء بين الجملة والجملة إنهم فتية بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. جميل حاج، ربنا يبارك فيك ونخلي بالنا من قال في قوله فضربنا الباء. الله يفتح عليك حاج عطيات. شكرا للحاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عصمت. طيب عودي الاتصال تاني، الحاجة فاطمة من إسماعيلية. أستاذة فاطمة سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لما نقف لنعلم لما أوصل أشكلها ماشي. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ربنا يبارك في حاجة فاطمة، صدق الله العظيم، أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا للحاجة فاطمة. معنا الأستاذة هدى من القراء. أستاذة هدى سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أستاذة هدى. وحضرتك طيبة يا أستاذة هدى. الله يكرمك. أستاذة هدى، طيب يا أستاذة هدى. الحاجة سناء من اسكندرية سلام عليكم. حاجة سناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم والأمة الإسلامية جميعا بخير وطاعة وحسن ختام يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله يبارك لك يا أمي، تفضلي. الله يكرمك يا رب. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أحسنت حاجة سناء. وليت نخلي بالنا بقى من التفخيم والترقيق في كلمة أحصى وكلمة نقص وكلمة فضربنا هكذا وشططا. الله يفتح عليك حاجة سناء. شاكرين للحاجة سناء. الحاجة نبيلة من الجيزة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة نبيلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميل حاجة جميلة. ويكون أجمل بقى لو أشبعنا غنى في كلمة إنهم، ولو خدنا بالنا من كلمة عدد وأمد وهدى وشطط أن يكون آخرها ألف ما يجيش بعديها همزة. الله يفتح عليك يا حاج نبيلة. شاكرين للحاج نبيلة. الأستاذة منى من القاهرة، سلام عليكم يا أستاذة منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. لحضرتك طيبة يا أستاذة منى. عفوا هسأل بس، هو معاد العادة إمتى؟ ما فيش إعادات يا مدام منى يعني لأن يعني الخريطة كلها مليانة، ما فيش إعادة لأي برنامج يعني تقريبا. إعادة كانت بتفيدنا لكن معلش. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. جميل يا حاج منى، ربنا يبارك فيك. وصوت يا ريت المره الجايه عليه شويه عن كده. الله يفتح عليك يا حاج منى. شاكرين للاستاذه منى. الاستاذ عمر من القاهره، سلام عليكم يا استاذ عمر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي ما الشيخ بيوصيك كل مره بهدوء، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربنا على اذانهم في كبدهم عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم في امنهم يقين وإذنهم بلا وأوتنا لقوم بهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لأن ندعو من دونه إلها نقصهم إلى سفر ويقضى عظيم. صدق الله العظيم. ماشي يا شيخ عمر، نطمع المرة الجاية كده يكون أهدى من كده شوية. ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. شكرا للأستاذ عمر. أم محمد من القليوبية، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم محمد. كل عام أنتم بخير. وحضرتك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول الآية 11 يا فضيلة الشيخ؟ أيوة نعم. من أول فضربنا. أيوة صحيح، تفضل. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. آذانهم على آذانهم في الكهف سنين عددا في الكهف سنين. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وزدناهم لا مش هدى. قوي كده، وزدناهم هدى. وزدناهم هدى. ايوه كده. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لقد مش لقد لقد. لو سمحت فضيلتك ممكن حفيداتي يقرأوا بس آية كده صغيرة بعد طيب. إذنك ممكن بعد إذنك نصلح لقد الأول وهم يقرأوا بعد كده. أيوة حضرتك اتفضل. معلش نعم. لا مفيش حاجة فن. نقول لقد قلنا مش لقد، لا لقد قلنا لقد. نعم. الله يفتح عليك. نعم. أحسنت. ماشي خلاص هاتيهم. طيب الله يبارك فيك. الله يحفظك. معايا منا 3 سنوات وجنى 6 سنوات بعد إذن حضرتك. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خدي منا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا منا هتقري إيه يا منا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لحم ما تبت أخنا عنه ولكم تبت ما سنولا سيدا أمرت محملات الحد في سيدا حبل المسيح. ممتازة منا شطرة. يا أهلا وسهلا. تفضلي يا جنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم كيدا طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم عصف مأكول. يا جنى سمعني يا جنى. طيب نقول كده عليهم ترميهم. شاطره يا جنى الله يفتح عليك. ممتازه يا بنتي شاطره. شكرا ليك يا جنى. اعزائي المشاهدين مع اخر مكالمه لينا النهارده مع الحاجه امال من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم كل عام السلام. وحضراتكم بخير. حضرتك بخير يا حاجه امال. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميل يا حاجة أمال الله يفتح عليك. وأجمل بقى لو خلي بالنا كده من كلمة شططا إن الطاء مفخمة والألف بعديها تابع ليها. الله يفتح عليك يا حاجة أمال. ممتاز. شاكرين لحضرتك يا حاجة أمال. أعزائي المشاهدين نتقدم خالص الشكر لحضرتكم. ويعني بسأل الشيخ خالد يعني فضلت الشيخ خالد خلاصة القول في تعليقك على تلاوة اليوم. واحد ننتبه للحروف السواكن. البعض كان بيقلقلها سواء كانت عين ميم فاء. لا القلقلة في حروف معينة القاف الطاء الباء الجيم الدال بشرط السكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده اماكن المد معلومه. ازاي يعني ما اعرفهاش؟ في علامه كده زي تمويه كده في حرف المد. انا مش عارف اصلا ايه حروف المد. طيب يا سيدي حرف المد الالف او الواو او الياء فين معانا؟ على اذانهم. شوف كلمه كده على هتجد الياء قدامك لكن في الوسط الف صغير وفيها علامه المد. لما تشوف ديت معناها تمد هنا شويه. والحمد لله رب العالمين.
شكرا لك فضيلة الشيخ خالد، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم، إلى الملتقى في حلقة الغد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.